يتسابقون مسرعين من أجل اللحاق بعجلة النفايات هذه، مشهد يومي يتكرر هنا مع شروق شمس كل صباح للحصول على قوت يومهم من خلال جمع هذه النفايات بالتمر الصحي في منطقة السحاجي غرب مدينة الموصل. هاي شغلاتنا هذه اللي نبيعها هنا، لايلون، أنحاص، غواطي، يعني فين على عوينا نعيش عوينا به هذه. عشرات الصبية يتجمعون حول هذه النفايات لاستخراج ما يمكن استخراجه وبيعه، من بينهم هشام ذو الربيع 17 من عمره الذي يعيل أسرته من خلال جمع القمامة. يعني بينا اللي ترك مدرسته وجي هنا في سبيل يعيش عائلته، لا متوفر له راتب، لا متوفر له يعني سبيل العيش. طالب من الحكومة العراقية زي شنو ذنبي أنا اللي سويته بهذا الوطن، أترك مدرستي في سبيل عيش عائلتي. خطورة هذه النفايات ومضارها الصحية لم تمنع هؤلاء الصبية من قضاء ساعات داخلها بشكل يومي بسبب ضنك العيش ومتطلبات حياة أسرهم اليومية. يعني احنا وكل هاي الناس اللي اكثر من 200 شخص يجي يعني هنا يشتغل في سبيل يعيش عائلته، يعني يومة الواحد 10,000 دينار 8,000 دينار بالزايد، يعني اذا معاه عائلة، اما اذا وحده ما يطلع يعني 5,000 دينار يوميته. وبطلت من المدرسة يعني لان عبنا نعيش عوائلنا والله، وهاي صار لنا كم سنه، انا يمكن 6 سنين 7 سنين يعني نشتغل نجمع نحاس ولايلون نبيعه نشغل عوائلنا. لما عندي اخ اكبر مني، بس انا اكبر واحد بالعائله، ويعني عائلتنا 8 نفرات والله. ورغم حاجتهم الماسة لهذه الأعمال إلا أنهم غير مكترثين لحجم أخطارها الصحية على أجسادهم الهزيلة، ناهيك عن ضياع مستقبلهم بتركهم للمقاعد الدراسية رغما عنهم. عمر أزيدي، وان نيوز، الموصل.